علشان هنتكلم على الحب. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم ومرض الحب. كده يعني. هو الحب في أوله حلو. هي دي المشكلة. كل حب؟ آه. عمرك ما هتحبي حد وتحسي إن أنتِ متضايقة. يعني أنتِ داخلة كده داخلة بقلبك، عارفة داخلة بسعادة، داخلة بحالة. طب انت رايك ان الحب ده عامل زي القضاء كده، هو تيجي لك كده من غير ولا احم ولا دستور زي ما بيتقال، ومع شخصيات غريبه يعني ممكن بعد كده ما تخرجي من الموضوع تقولي ايه ده ازاي؟ والله العظيم بار يعني انا جت في يوم حبيت واحد طول الوقت شايفاه في رشدي اباظ، وما كانش شبه رشدي اباظ خالص، وحياه ربنا فعلا كنت شايفاه قمر. يعني انا كنت بقول لهم انا واخده رشدي اباظ يا جماعه. بس هو زي المرض فعلا، يعني انت بتصابي بحاجه من غير ما تحسي، من غير ما تفكري، هو كده. طب انتي رومانسيه بطبعك، انتي ست رومانسيه جدا جدا وبتحبي الحب وبتحبي تعيشي قصه الحب، بتعملي ايه علشان تفضلي تحبي؟ يعني وهج الحب ده بتجيبيه منين؟ لا هو بيجي، هو عامل زي المرض كده، عارفه هو مرض اتصاب بدور برد بكورونا، اي هي فجاه انت بتصحي، في مش فجأة انت بتصحي، هو بيحصل بالتدريج، يعني انت في حد مهتم بيكي، بيكلمك، بيسأل عليكي، بيعمل حركات لذيذة قوي، يشد لك الكرسي، يفتح لك باب العربية، عارفة الحاجات الصغيرة دي، احنا بنهتم بالتفاصيل، يجيب لك ورد، يوم عيد ميلادك اول واحد يقول لك الساعة 12 كل سنة طيب، فتلاقي في حالة كده من البهجة، من انك فجأة بتتحولي من شخص عادي لأنثى شوية، تبتدي تهتمي بنفسك، تهتمي بشكلك، تلاقي نفسك بتروحي المكان اللي هو بيروحه، وتلاقي مبسوطه لما يتصل بيك، فهي زي بتدخل كده تدحلج، بتتسرسب، بتسحبك فجاه. فانا بروح معايا لان تحسي ان انت خلاص اصبتي بهذا المرض فعشتي اعراضه، عشتي اعراضه كلها. طب انت بتعرفي انك انت حبيتي امتى؟ يعني انت بتعيشي اعراضه، بتتاكدي انك انت وقعتي في الحب ده امتى؟ لما زي مع محمد مثلا. لا ده محمد ده حاجه تانية خالص، ده عدى مراحل الحب. لا لا يا لا سلام. يعني انا لما بقارن ما بين زمان ودلوقتي انا مع الحب الاخير مش الحب الاول، ده عشان تبقي وده منطق 100%. بس انا لما بكلمك على الحاجات اللي انا فيها دي مع عفيفي تحديدا او مع محمد، هو الحاجه لما انت اول ما بتحسي ان حاجه بتضيع منك هنا بتعرفي انك بتحبي، او الحاجه قلت العطاء اللي هو بيديهولك ابتدى يقل، او ما كلمكيش النهارده، او ما شفتوش في انت عامله حسابك انك هتروحي مثلا في حته هتشوفيه ما شفتوش. ليه قلتي محمد ده حاجه تانية؟ علشان ده جمع كل حاجه، يعني هو جمع العقل مع القلب مع الخبره مع مفهوم الحب معاه مختلف على فكره.